مثلما نتغنى دوما بالشهداء، نعتز أيضا برفاق السلاح ومن كانوا معهم في لقاءات مع الشهادة. يحمل كل منهم ذكراها وقد عاشوها وتمنوها، فكانت من نصيب زملائهم وارتقوا إلى العلا بسفر الشهادة، وبقوا هم يحملون روح العسكر ورجولة الإقدام. هم الرجال من المحاربين القدامى الذين زادهم الواجب خبرة ومراسا، ولا زال لسان حالهم ينطق بالرغبة في اعتمار الخوذة وحمل السلاح. فلا تقاعد للشجاعة والإخلاص ولا استراحة على درب الذود عن الأوطان، فلا زالت السيوف في أغمادهم تلتمع استعداداً ليوم النداء والواجب. 15 من شباط عام 1968، يوم الشهداء السبعة، قضى فيه سبعة أبطال وتبعهم لاحقاً 4 من رفاقهم متأثرين بجراحهم ليصبحوا 11 شهيداً. فجاء توجيه جلالة القائد الأعلى في العام 2012 لتكريس هذا اليوم يوماً للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، فيكون كما قال جلالته مناسبة وطنية نعبر فيها جميعاً عن تقديرنا لمحاربين القدامى، لنستذكر دائماً عطاءهم المميز وجهادهم في سبيل الله والوطن، وهم صناع التنمية وأصحاب رسالة الإنسانية والسلام. فطوبى لكم يا من تكبروننا عقوداً بتقويم الوطن، يا من تحملون هوية أردنية عربية، هوية جيشنا العربي، أقسمتم أن تذودوا عنه وعنا بالغالي والنفيس، يا من زرعتم في سواعدنا شدة من سواعدكم وفي عزائمنا بعضاً من عزائمكم. حياكم الله، ونحن وإياكم على عهد الوطن، الوفاء والإخلاص والولاء والانتماء أردنيون. فكما قال الحسين طيب الله ثراه في اليوم الذي تلا يوم الشهداء السبعة: لقد باتت البطولة وأصبحت الرجولة صناعة قواتنا المسلحة وشيمتها الأبدية. المجد للأردن، المجد لجيشه شهداء ومتقاعدين وعاملين، المجد للوطن الباقي أغلى وأعز بتضحيات أبنائه.